أخبار اليوم. عاوزين تكلمنا عن المنتجات المستوردة ماشية أكتر ولا المحلي المصرية الخشب؟ المصرية أكتر. بلدنا لازم نخاف عليها وكلنا نعمل مشاريع فيها. طب بس أنا أعرف إن الأسعار عالية، الأسعار بتاعت الخشب. المناصرة يا بنتي فيها زي ما أنت عاوزة، فيها الفقير وفيها الغني، كل واحد عاوز يتجوز عندنا طعم بكذا، وعندنا أوضة نوم بكذا، وعندنا سفرة بكذا، كل برغوث على قد دمه. ما يجيش يقول لك أنا رايح اشتريت من المناصرة، لا ده اتضحك عليا، لا أنت بتشتري حاجة على قد فلوسك، عندنا الغالي وعندنا الرخيص. اللي فيه هنا حاجات صيني، فيه بضاعة صيني ولا بضاعة صيني بس برضك السوق بتاعها مريح. أسعار الصيني نزلت كسوق وغلت كسعر. يعني ما فيش اقبال، الصناعه المصريه اقبالها احسن من الصيني. الصيني ده حاجات بتتكسر وما تنفعش تشتغل معانا، هي ترابيزات بس هي اللي ماشيه، الترابيزات الصيني. كون اي حاجه ثانيه ما حدش بياخدها، ولا الكرسي الصيني يقعد معاك نص ساعه ولا ساعه، كون الكرسي المصري كله نجاره كله خامات.